رئيس الوزراء حيدر العبادي إن مرحلة البناء والإعمار والاستقرار بدأت خطوتها الأولى في المناطق المحررة، موضحا أن الحكومة وضعت الخطط والاستراتيجيات الكاملة لإعمار وبناء العراق. العبادي وفي بيان بالذكرى السنوية الأولى لتحرير الموصل من داعش تعهد بمواصلة العمل حتى القضاء على ما تبقى من خلايا داعش وتعقبها حتى خارج الحدود، فيما بين أن خلاص المدينة من داعش فتح الباب واسعا أمام عودة أهلها إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية بعد عناء النزوح.